يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل. الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل، فهل يكون داخلا في هذه الآية ويل يومئذ للمكذبين؟ هذا ما يقال له مكذب، هذا يقال له كاذب، اللي يقول كلاما ليس له أصل هذا كاذب، ما يقال مكذب. مكذب الذي يكذب بشيء من الأخبار الصحيحة. نعم، في فرق بين الكاذب والمكذب. نعم.